أقدم أسير فلسطيني من اليسار الفلسطيني وهو إبراهيم أبو مخ. يعني هنا أبو أنس، هنا غزة سطرت رقماً قياسياً. تحية كبيرة للأسيرات الفلسطينيات والأطفال. نحن اليوم طبعا اليوم نحن نحتفل بإتمام 65 ساعة على الهواء مباشرة ودخول موسوعة جينيس كأطول موجة إذاعية في العالم. طبعا الموسوعة وضعت لنا شروط معقدة متعلقة بالمذيعين وفرق الأعداد وبسير الموجة بشكل عام. نحن بفضل الله عز وجل كانت آراء المراقبين الذين المستقلين الذين اعتمدتهم موسوعة جينيس بأننا نسير وفق الشروط المعتمدة، وبالطبع يعني نسير وفق هذه الشروط، وبالتالي فإن فرص قبول هذه الموجة ستكون بإذن الله كبيرة جدا. طبعا من المفترض أن نرسل التقارير والفيديوهات والصور ضمن آلية توثيق معتمدة، وعلى أن يأتينا الرد عليها خلال طبعا مدة أقصاها شهر بإذن الله عز وجل، بيأتينا الرد بالختام وبشهادة جينيس. لكن نحن وفق المراقبين الذين دوروا علينا كل 4 ساعات اثنان يتم تبديلهم بأننا نسير وفق الشروط بالتمام والكمال.